انطلقت اليوم فعاليات موسم ملح القصب 2023 في منطقة القصب، والتي تعتبر من أشهر مناطق المملكة في إنتاج الملح وتصديره بجودة عالية. راح نقدم لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموسم وفعالياته مع الزميل عبد الرحمن الموسى. أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن، مساء الخير. أهلا عهد، مساء النور ومساء أيضا على كل المشاهدين للقناة الأولى في كل مكان. بالفعل الآن ونحن على الهواء مباشرة في نقل حي ومباشر لافتتاح مهرجان ملح القصب. هذه البلدة التي تقع في الشمال الغربي من العاصمة الرياض بنحو 150 كيلومتر. هذه الحقيقة البلدة الجميلة التابعة لمحافظة شقرة، وتقع بين جبلين، جبل رملي وجبل صخري هو الجبل طويق، وتكونت بين هذين الجبلين مجموعة من الصبخات الملحية التي امتدت منذ 3 عقود، وهي تغذي جميع أنحاء المملكة بالملح النقي. نتواجد الآن كما تشاهدين ويشاهد أيضا المشاهدين الكرام هذه الجموع التي أتت إلى هنا لحضور افتتاح هذا المهرجان، مهرجان ملح القصب، والذي يستمر بإذن الله عز وجل لمدة 10 أيام. يرحب بضيوفي الكرام من جميع أنحاء المملكة. الحقيقة حينما تجولنا بين الصبخات الملحية قبل قليل، كنا في على حقيقة مرأى من هذه الصبخات الجميلة التي امتلأت العديد من الأحواض بالمياه شديدة الملوحة، لتتكون بعد ذلك بعد جفافها بطبقة ملحية. الحقيقة هناك أكوام كبيرة من الملح حينما تجولنا بين هذه الأكوام وهذه البحيرات والأحواض الملحية. بلدة القصاب، هذه البلدة الجميلة التي تقع بالجنوب من محافظة شقرة بنحو 30 كيلو متر، تتعدد الحقيقة تضاريسها الجميلة. نحن نتواجد الآن في القرية التراثية والشعبية، حيث هناك العديد من الفعاليات كما تشاهدين، العديد من الفعاليات والبرامج التوعوية والتثقيفية. هناك قصر من القصور التاريخية القديمة التي اشتهرت منذ عهد الملك عبد العزيز بوجود الشيخ عبد الله الزاحم، وهو من قاضي هذه البلدة، وهو أيضا كان يستقبل الملك عبد العزيز حينما كان يأتي إلى منطقة الوشم، وبالتحديد إلى هذه البلدة. كما تشاهدون هذه الآن الفعاليات والجموع الكثيرة التي تتواجد بين هذه الأجنحة والبوثات، بوثات الملح بتعدد الحقيقة صناعاته وأيضا تعدد استخداماته. كما تشاهدون الآن ونحن في نقل حي ومباشر بين هذه البيوت الجميلة والتراثية القديمة التي احتضنت الحقيقة هذه الأكياس والأكوام من الملح، الذي له حقيقة استخدامات عديدة، سواء كان في الطعام أو استخدامات أيضا في الصناعات والأدوية وغيرها الحقيقة من الصناعات العديدة لهذا الملح. الحقيقة في السابق كان أبناء هذه البلدة منذ 3 عقود هو مصدر الدخل الرئيسي لهذه البلدة الوادعة الجميلة التي تشتهر الحقيقة أيضا بتعدد مزارعها، أيضا تعدد الحقيقة تضاريسها الجميلة بين رمل وبين جبل صخري. يأتي إلى هنا الحقيقة العديد ممن يأتون إلى محافظة شقرة، وخصوصا في هذه الأيام حيث ما شاء الله تبارك الله امتداد بعد موسم الأمطار، انتشار أيضا الربيع والأماكن الجميلة واعتدال أيضا الطقس والجو خلال هذه الأيام. شكرا لك زميلي عبد الرحمن، قدمت لنا يعني معلومات كافيه ووافيه عن هذا عن هذه الفعاليات المقامه طبعا في منطقه القصب، وراح نواصل باذن الله عبر القناه السعوديه تغطيه هذه الفعاليات.